السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعطانا ليلة القدر هي خير من ألف شهر، وساعدنا في احتياط وعز والأرض. أشهد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد، يا معشر الإخوان، قد حان العشر الأخير من رمضان، هو زمان الاعتكاف لعبادة الرحمن وتحدي ليلة القدر والرضوان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعتكف: هو يعتكف الذنوب ويجري له من الأعمال كعامل الحسنات كلها. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا كان ليلة القدر نزلت به في كوكبة من الملائكة يصلون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم قريب مرنا.